والدور اللي تكلمنا عليه اليوم الدور تاع الاتصال وتاع الإسلام بالنسبة كان من المؤسسين تاع هذه القضية هو العقيد عبد الحفيظ بوسوف، يعني مبكرا يعني لما كان عقيد بدأ يفكر في الأهداف اللي يحتاجها باش يطور العمل العملياتي من جهة والعمل أيضا التوجيهي عن طريق الإعلام والاتصالات، وهكذا أسس الإذاعة وأسس الوكالة نتاع الأنباء لابيس، ويعني بذل كل مجهود باش هذه الهيئات يعني تمشي في أحسن الظروف، وقامت الحقيقة زيادة على الشيء اللي قاموا به الوسائل الأخرى نتاع الإعلام مثل الجرايد وغيرها والسينما يعني في تنوير الرأي العام عن الكفاح تاع الشعب الجزائري وعن مصداقية هذا الكفاح وعن التضحية اللي قايم بها الشعب الجزائري من خلال وزارة التسليح يعني والاستخباراتية، فقدمت الكثير من المعلومات المهمة حول الجيش الفرنسي وكذلك حول السياسات المختلفة أو التلاعبات التي كانت تقوم بها فرنسا، وهذا يتجلى يعني من خلال الدور الكبير الذي لعبته وكالة الأنباء الجزائرية في أولا في الإعلام، ثانيا في المساهمة بشكل كبير في تقديم المعلومات لوكالات الأنباء الأخرى، وكالات الأنباء الغربية خاصة الدول الأوروبية وكذلك الدول الكبرى، من أجل التعريف بالقضية ومن أجل كذلك الرد على الدعاية المضادة للإعلام الفرنسي. أتوجه بالشكر الجزيل لوكالة الأنباء الجزائرية على هذه الالتفاتة الطيبة وعلى هذا المنتدى الفعال بدوره الذي تم من خلاله التطرق إلى دور الإعلام في تحقيق وإيصال رسالة الشعب الجزائري خلال الثورة الجزائرية. تم التطرق أيضا إلى دور المؤسسات الإعلامية الفعالة بدورها في تحقيق الاستقلال وإيصال رسالة الشعب وكشف الحقيقة الشرسة لفرنسا وللاستعمار الفرنسي. بالنسبة لإحساسي اليوم كوني متواجدة في هذه الوكالة والمؤسسة الإعلامية الكبرى، إحساس فخر واعتزاز وانتماء وطني جد رائع.